النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد معاد ولا مكان. يا فرحتي، كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى؟ يا باشا انا عيني عليهم ليل نهار، واي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة انه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ ايوه حاجة مهمة، بدليل انه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومة أكيدة. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعة متأخرة زي دي أكيد فيها حاجة مهمة، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجة. اللي زي دول ما بيهزروش، واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاية حبتين. مفيش مشكلة. كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ تعرف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه وتصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟
ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عامله ايه دلوقتي؟ هاو دو يو دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليله 14. حبه الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءه شويه وترجع صاحبه العزه والكرامه. بس انا مش راجعه الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطه بالبنت العريض مغلق للصيانه لعدم وجود رمانه نجمه المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمه من غير طلتك علينا؟ والطله اللي انت قطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبه، امال مين اللي كان حاططها من الاول؟ اشبك ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد علي يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك، وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي تربعها على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمه. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شويه يا متر، الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عرف منين؟ فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي قرروا بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. راحوا ضميركوا شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمة يا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك هدفنك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطعوا رمانة امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم على ايه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براء نوح رجال. الحمد لله على السلامة.